لا يجوز، وهذا قد ذكرته مرارا وتكرارا وأعيده، إذا رفع الأمر إلى القضاء فلا يحل ولا يجوز لأحد، لا قاضي ولا رئيس ولا صغير ولا نياب ولا غيرها، أن تعفو عن الجاني. إذا رفعت الحدود والحقوق إلى ولي أمر فلا عفو، تعافوا الحدود فيما بينكم فما وصل إلي فقد وجب، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما أراد يعني صفوان أن يعفو عن سارقه الذي سرق رداءه بعد أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع السارق، جاء صفوان صاحب الرداء وقال أنا عفوت عن الرداء، ماذا يسوي؟ لماذا تقطع يد هذا الرجل؟ قال له هلا قبل أن تأتينا، لو كان تريد أن تعفو قبل أن تشكو إلى القاضي. أما إذا رفعت القضية وسجن المجرم أو حكم عليه كما هو موجود الآن، فلا يحل لقاضي أيا كان أن يصدر عفوا ويتحمل مسؤوليته في هذه الأمر. طيب.